صباح الخير. اهلا وسهلا ست نبيله. يا اهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور. اهلين فيك، جيت على الوقت، لا تقولي تاخرت. لا لا، ما تاخرتي ولا شيء. ام رشيد، اهلين. اهلين وسهلين ست نبيله، شرفتي. اهلين فيك. ايه ستي، من اولهم اولا فنجان قهوه لك. طيب اوكي، ما في مانع. ابو رشيد، فنجان قهوه لو سمحت. على عيوني وراسي، تكرم عيونك. نسكافيه ولا قهوه؟ لا قهوه. مك ولا بالفنجان؟ بالفنجان، ما في وقت. ايه على عيوني وراسي، تكرم عيونك. كيف الصحة؟ ماشي الحال. تفضلي يا ستي، ان شاء الله صحة وهنا. شكرا شكرا. هاتوا لشوف شو جايبيننا. ها ها يا ستي، انت حظك من السماء. اوف، ليش بقى؟ لانه طلبك تأمن مثل ما بتريدي واكتر. انت عرفت شو طلبي؟ ولو يا مدام، ما طفيزون اذا ما خاب ظني. اتفضلي لجوا لكان لورشيك اياه. تفضلي انت، تفضلي شوفي لي هالشوفه، شوفي هالشوفه وبعدين احكي. انت بس شوفي لي هالشوفه، شوفي هالشوفه ما احلاها. بسم الله. شايفه هالشوفه؟ ياي شوفي. يا الله ما احلاها. فعلا هذا هو طلبي، فعلا فعلا يعني كثير فانتاستيك. تحبي اي سكيا؟ طبعا. ما بدها سؤال مسألة. تفضلي تفضلي معي، تفضلي ست نبيلة. اوكي تفضلي تفضلي، شوفي على الرأي ست نبيلة. شو؟ شلون شايفتي؟ كتير حلو، يا الله ما احلى. هو العادة مدام نبيلة، مناطي الفيزون بتسمن، بس ما شاء الله كان عليكي، جسمك شو لبيز، والله طلعتي فيه مثل الأميرات الروسيات. فعلاً بيهوس، بيعقد، يعني مو معقول شو حلو. لا وخاصة لون، بتعرفي أم رشيد أنا بموت بهيك ألوان. والله أبو رشيد بمجرد ما فتح البالة ولقاه على الوش قال لي خلص، هاد للست نبيلة ما في كلام. وبتعرفي مدام نبيلة، البالات لما بتنفتح بيكون حاطين على وشها كم قطعة مو ملبوسين منوب جداد. حتى أم رشيد هي بوشها عم بحكي، ها، حطت عينها عليه. بس أنا قلت لا 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 لا، ولو صفي مع جنب، نحن واعدين نبيلة خانم، ووعد الحر دين. ميرسي، هذا من ذوقك أبو رشيد. ربح؟ ما رح نربح على الخانم يا أم رشيد، معاذ الله. يا ستي هذا سعره 35,000. واو، 35,000 ومن البالة؟ صحيح، هو اسمه بالي مدام، بس شوفت عينك جديد، يعني ما في قطعة تانية مثله بالبلد، هي ميزته. هو من أرضه غالي ست نبيلة، مو هيك أبو رشيد؟ إيه طبعاً، لأنه بتعرفي مدام نبيلة، حيوان الفيزون حيوان نادر وممنوع صيده، هو والنمورة والفهودة خشية الانقراض. بعدين شو حجم الفيزون فكريك؟ شو حجمه؟ كله هيك قد القطه الصغيره. فتصوري كم حيوان لابسه حضرتك هلا. ما اختلفنا، بس يعني والله غالي 35,000. It's too expensive. والله يا ست نبيله خانه مو غالي، صدقيني. بعت جاكيت جلد عادي شغل تركيا ب 38,000 ليره، بقى شلون فيزون؟ ايه بتفرق يعني. بتعرفي قديش سعره لو كان معروض بالواجهات بشي محل راقي؟ قديش يعني؟ مو أقل من 300,000 ليرة ولا بشكل. معقولة؟ لك يا مدام، فيزون هاد فيزون. طيب طيب أبو رشيد، أوكي ماشي الحال. هاتي لحط لك إياه بالكيس. ما في داعي، معي سيارة. عدل لي هدول لو سمحت. تكرمي. ورجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما في شيء، الليرة والله. حاضري مدام، هاي 35,000 وهدول الزايدين إليك. ميرسي إلك، ألف مبروك. إن شاء الله إن شاء الله بالهنا. ميرسي. تعا يا زياد. حاضر معلمي. الله يرضى عليك، خذ هالمانتو ووصل لها للمدام على السيارة بسرعة. على عيني. يلا أربوار. الله معك مدام، مع السلامة، تهريب الهنا إن شاء الله. صباح الخير. صباح الخير، أهلي مدام نبيلة. شو أبو الخير، خلص المانتو؟ إيه خلص، ليش عزبتي حالي؟ كنت بعت لك يا على البيت مع الولاد. ولا يهمك، مو مشكلة. تفضل. شلون، ان شاء الله عجبك؟ الله يعطيك العافيه، فيري نايس. بس قبل ما انسى، البطانه من جوا مبخوشه بخش صغير بلا معنى من ناحيه كم اليمين. شو هالحكي؟ معقوله؟ مثل ما عم اقول لك، الله وكيلك هذا اللي شفته. طيب اوكي انا بتصرف.
دخيلك مدام، انا بعمري ما نزعت لك غراب. مو معك رح اتصرف انت التاني، شبك؟ الله معك مدام، مع السلامة. يكون يعني بالهفا خير في شي؟ ليت على خلقك هيك اللي يعني مستعجل وقف لقلك. وشو هذا اللي جبتيه؟ المانتو؟ اي نعم، مو عاجبني بدي رجعه. ليه؟ مع اساس كان طاير عقلك فيه. مزبوط، بس طلع مضروب. عريضة تقرضه شو بيضل خطه مشغول. بدي رجعه؟ لا على هيك شيء. لك يا امي الفيزون مو ليلي من عمرك، انت لساتك صغيره، قومي لشوفي على القطه. يلا بدي اجربه بس ماما. ولك اتركيه من ايديك اللي كله وسخ، روحي غسلي ايديكي. غسلتي ايديكي قبل ما تجربيه؟ روحي مرشي، روحي مرشي قوام بسرعه. الو مين؟ ابو رشيد؟ اهلين مدام نبيلة. هيك يا منظوم؟ هيك بتبيني مانتو مضروب؟ اعوذ بالله، شو الحكي؟ مثل ما عم اقلك، في بخواش ناح الكم جوات البطاني. والله ما انتبهت على شغلي، اعذريني مشان الله. وشو ما بتريدي انا حاضر. ابو رشيد انا بصراحة بدي رجعه لانه قلبي نأذني منه. بدي ترجع المانتو؟ خليها ترجعه، لا ترك عليها كتير، منبيعه لأنفادي. ألو أبو رشيد، أنت لساتك معي على الخط؟ إيه معك أنا. مثل ما بتريدي يا ستي، أنا حاضر ومصاريكي جاهزة. ودخيلك يا مدام مشان الله، مشان سمعة المحل يعني، أنا متأسف كتير. أوكي هلأ ببعت لك حدا يودي لك يا. أنت فاتح؟ إيه فاتح، ورح أعطي مصاري للزلمة اللي رح تبعتي معه المانتو. بس مشان الله بكرر أسفي، يعني ما في بالعادة تحدث معنا هيك أمور، ما لنا حظ نخدمك. المرة الجاية إن شاء الله. ماشي الحال مدام نبيلة، الله يطول عمرك، مع السلامة يا ستي. يا سيدي وخليها ترجعوا، شو هالشغلة المهمة؟ ليك أنفادي جاهزة، أنا متأكدة إنه رح يطير عقله لما بتشوفه. صحيح، والمخلوقة دفيعة، يعني بنقدر ناخذ منها يلي بدنا اياه وحبه مسك. لكن رح اتصل فيه على الحارق. ايه عظيم، بيكون احسن. الو مرحبا انفادي، اهلين، انا ام رشيد، اهلين فيكي يا ستي. اجتمعت لك بمانتو فيزون، لا صار ولا رح يصير. ما قلت لك نحن بالخدمة؟ ايوه بدك تجي فورا. اهلا وسهلا بانتظارك. اهلين اهلين. بشير يا بشير. نعم خالة. اطلع لي عندي شوي. مري خانوم. الله يرضى عليك يا بشير، بتروح لعند ابو رشيد تبع البالي وبتودي له المانتو. اما شو شوفي يا مدام؟ عم اقول لك شوفي شوفي. الحشي على كتافي يا ام رشيد.
شلون شايفه؟ خلاب، فتان، باهر، هذا هو. قديه سعره؟ هذا يا مدام سعره بعد الخصم والمراعاة 55,000 ليرة، لأنه لو ما كان بالي كان على القليل سعره 500,000. هلأ جوزي بده ينفلش إذا عرف قديه سعره، بس ينفلش شو أعمل له؟ ليش هو يتجوز مرة مزوقة؟ يعني قدرت أفهم ذوقك مدام، عجبك؟ فانتاستاك. شو هاد؟ فانتاستيك أصلا، تركيها. بتحبي لف لك يا ست أم فادي؟ لا لا ست أم رشيد، خليه هيك على كتافي، خليني لابسته. بس عدم مؤاخذة مدام، الدنيا برا عز دين الظهر، شوب كتير حمى. معلش أنا سيارتي مكندشة. اترك على راحة أبو رشيد. أي ضروري ضروري، ألف مبروك يا مدام. الله يبارك فيك، تفضلي تفضلوا. شكرا. عفوا عفوا. باي. مبروك. باي مدام، الله معك، مع السلامة. أحبك ليه يا عمري، سؤالي دور في صدري، صار الدم الذي يجري ويلي ويلي ويلي. ميساء يا ميساء. نعم ماما. ماما شفتيلي وين طول الألماس؟ أنا؟ لا ما شفته. غريبة، وين حطيته أنا؟ والله بتذكر حطيته هون بالدرج. دوري معي ماما دوري. شو هاد؟ شغلة بتحط العقل بالكف. وين حاططه يا ترى؟ ماما ميساء أنت شفتيني وين حطيته؟ أنا؟ لا. آخر مرة لبسته فيها كان بحفلة ببيت الأسطواني، بعدين شلحته ورجعته لمطرحه على الدرج. ماما ميساء تذكري معي وين ممكن يروح؟ تذكرت وينه. وينه؟ بس ما بيطلع خلقك عليه؟ عيرتي لحدا من ورا ظهري مو هيك؟ أعوذ بالله، أنا ما بعير غراضك من ورا ظهرك. لكن وينه؟ نطفتي لي قلبي ميساء. غالي ماما مو هيك؟ لا مو غالي، لأنه مو ألماس حقيقي، بس أنا حبيت حطه على هذا الفستان لأنه بيلبق له كتير. يعني حقه محرز ولا مو محرز؟ لك وينه؟ قولي وخلصيني، بدك تضرب انت وحقه. طيب تتذكري المانتو اللي جبتيه من عند الزلمة؟ ايه. كنت عم قيسه، عم حبيت لبق له الطاق، بس وقت فتي عم خفت تخانقيني، عم خبيته بالجيبة، بس نسيت املك يا. الله يصلحك يا ميساء. لك ماما شلون صار معك هيك؟ ايه مو مشكلة، اسألي البياع اللي جبتيه من عنده. اسأل البياع؟ طيب انا بورجيك يا ميساء. الو ابو رشيد، انا مدام نبيلة. بدي اسالك، المانتو اللي رجعت لك اياه نسياني بقلبه طوق زركون مقلمس. الله يرضى عليك، ممكن تشوف لي اياه؟ والله يا مدام نبيلة المانتو انباع. اي والله، لانه بتعرفي هيك قطعه نادره ما بتضل عنا بالمحل. لمين انباع ممكن اعرف؟ اسف يا مدام ما بقدر اقول لك منو. لا ما بقدر، شلون يعني؟ يعني هي اسرار المهنه. أمنتوا بالله على هالليلة كمان البالة فيها أسرار؟ ولو أنت ست العارفين. أهلين مدام نبيلة، أهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك يا ستي، الله معك. هاني؟ هلا ابنك هاني هو البكر ما هيك؟ لك شلون اسمه هاني؟ لا يعني قصدي ما اجاكي بنت قبل منه؟ لا هاني هو بكري. ايوه يعني جواسيه للبنت؟ لا لساتها صغيره. ايوه إيه الله يفرحك فيه ان شاء الله، وان شاء الله عقبال هي سيستر. نعم عم بقول يعني عقبال عند اخته ان شاء الله بتفرحي فيها. انا مو قضيت اجازتي بلندن 15 يوم فالانجليزي لسه اخذ على لساني. الحق معك يا لطيف يا لطيف، ببريطانيا شوفي شغلات حلوة، شغلات كتير كتير حلوة يا لطيف. وهالمانتو أخدتيه من هني؟ لا يعتبريني، هذا المانتو إجاني هدية من روسيا، ومعلومك روسيا بلد الفرو والدبب. ليش هذا فرو دب؟ ولو أم هاني أنت كلك نظر، هذا فيزون حلو كتير، إن شاء الله بتتهني فيه. شايفة ما أحلى؟
والله الواحد يعني بيخجل من الناس اللي بيهدوه هيك هدايا. يعني المخلوقة اللي هدتني إياه شو الله جابرها لحتى تحط هيك مبلغ؟ لو ما كانت بتحبني غزيت العين حولك، محبوبة من الجميع. لأنه too expensive. إن شاء الله بتهريب الهنا. لا أنا ما بهري شي منوب، أنا كتير متقني على ملابسي وخصوصا الملابس يلي سعر المبلغ المرقوم. وأنا هذا الفستان إجاني هدية من فرنسا. فرنسا؟ ورجيني. لا هيئته مو مبين عليه من فرنسا. لا يوم من فرنسا. مساء الخير يا حلوين. هاي منيرة. بونسوار مدام أسلين. هاي أهلين. أهلين نبيلة. ألف مبروك الدكتور ابنك. الله يبارك فيكي، تعالي بيناتنا. كل المطارح خير وبركة. بونسوار ام فادي. أهلين نبيلة خانم. كيفك؟ هي ما يبلى ما يبلى، كتير كتير حلو هذا المنطق كتير. حاجة بقى يا جماعة، والله صرت استحي أنا. يبي شو؟ يعني شوي تانية رح يصير الفيزون تبعي حديث السهرة. ويصير شو عليه بيستاهل كتير حلو مو هي؟ شبك يا نبيلة خانم، حاجة تشدي شو أنا رح أقوم إشلحه. عدم مؤاخذة مو منشان شي يعني، بس خايفة حدا يكون إيدي زفرة ويلحمس عليه. قوم أمل بعدين. عفوا تقبريني، ما بقصدك أنتي، أنا عم بحكي جنرال. مفادي خليني ساعدك وعلقلك يا أوكي؟ خلي عنك حبيبتي، أنا بعلقولها تعزبي حالي. لا معلش أنا قصدي ما تعزبي حالك، لأنه أصلا يعني أنا رايحة على التواليت. معلش خليني أنا أزعلقه. مو مشكلة يا أماني، خلص أنا بطريقي، لا تعملوا قضية. يا عبي شو منك يا نبيلة خانو؟ شبكي إنفادي، ليش عيونك شايحة ومكركبة؟ لا ما في شيء، بس يعني خايفة تعلقوا تعليقة غلط وتقوم تشلف أبته. لا ما تخاف. كمشتك يا لصة يا حرامية يلي ما فيكي جنس الخجل. ولك أنت الحرامية وستين حرامية كمان، وأنا عرفي شو عم تحكي أحسن لك. ها قسما بالله بتليفون صغير لجوزي بخلي حطك بالحبس، وانت بتعرفي مكانة جوزي بالدولة شو هي. يا ستي تشربنا منك ومن جوزك كمان. يا عبي الشوم عليك يا حرامية، وصلت فيك المواصيل انك تمدي ايدك على جيبتي وتسرقيني. انفادي احترمي حالك. ها انا ما عم بسرقك، انا بس عم فتش بالجيوب. بالله وليش عم تمدي ايدك وتفتشي بجيوبي مو مشان تسرقيني؟ شو في يا جماعة خير؟ شو بكم؟ زبونة العوافي مادة ايدها على كبودي وعم تسرقني، شفتها بعيني بالجرم المشهود. اصلا انا شكلي هدمي من وقت ما اخذت المنظر طلعت في ركض. مزبوط هالحكي يا نبيلة؟ مزبوط امهاني. شفتي شلون؟ شفتي شلون عم تعترف بلسانها؟ وين التليفون؟ اعطوني التليفون لحتى اخبر جوزي مشان لحتى يبعث لي عناصره. اصلا هلا بيجوا عناصره لجوزي وبيقولوا لي امرك معلمتي. طولي بالك انفادي، مشان الله طولي بالك، عندي مباركة انا، يعني بعدين وحده تعملوا لي فضايح وتنزعوا المباركة. بس بدي افهم ليش مادة ايدك على المنطقة عم تنبشيني؟ ما خلصت بقى، لسه مثل الردادة والنواحة، اعطيني فرصة لاحكي بس. هادي لشوف، تفضلي احكي. يا جماعة الشغلة وما فيها اني اشتريت هالمانطو من البالة من عند ابو رشيد، ولما رجعت على البيت لقيت انه البطانة من جوا محروقة بالسيجارة، قمت رجعت له اياه، قام هو رجع لي المصاري الزلمة. من عند ابو رشيد؟ كذابة علاكي لا تصدقوها. مينو هذا ابو رشيد اصلا؟ انا ما بعرفه اصلا. هيك محلات ما بيروحوا الا الشراشيح والمعترين. اهلا ابو رشيد. طولي بالك يا انفاتي، لا تكبري الموضوع، تركي نبيلة تكمل. ايه بعدين؟ يلي صار اني نسيت بجيبته طوق الالماس تبعي، وبعدين ما عاد صح لي انه انت خرج طوق الماس. وشك مثل فطنجرة نحاس. انفادي اعملي معروف لا تضوجي، تسمحي لي فتش جيوبه؟ تفضلي ست امهاني فتشي فيه قد ما بدك. قال طوق الماس قال. لا بقلة شوحة مرجوحة ولا ابو مرس بقاب. جوا من جوا ما في شي نبيلة. شفتي شلون؟ الحق الكذاب لورا الباب. هاني ممكن استخدم التليفون؟ تفضلي خدي راحتك. الو مساء الخير. ام رشيد بدك تيجي ضروري لبيت ام هاني. طيب طيب ولا يهمك، يلا مسافه الطريق وبكون عندك. فظاعة يا جماعة، أنا قديش شايفة ناس وعالم وأمم
مثل هالمخلوقة هاي ما شفت ولا عيني رأت. كذابة، حرامية، منافقة. ما بتعرف إنه الناس إلها مقامات؟ طولي بالك أنفادي، إن شاء الله ما بصير إلا الخير. مرحبا يا جماعة. مين هي أم رشيد؟ مش بعرف مين. مرحبا منيرة خانم. نعم عم نقول مرحبا. شبنا هلأ ما عدتي تعرفيني؟ أهلين أهلين. خير، شو القصة نبيلة خانم؟ أم رشيد، أنا ما اشتريت من عندك هذا المانتو. لا لا تغلطي وعك، أنا ما بشتري ملابسي من عند هيك ناس شرشيح. أنا شرشوحة؟ مبلا يا ست نبيلة، اشتريتي من عندي هذا المانتو وما رجعت لك يا؟ صحيح، ورجعت لك حقه 35,000 ليرة. ايه، وليش رجعت لك يا أنا؟ لأنه محروق بالسيجارة من بطانته. بقى اللي صار إن لمن أنا جبته على البيت بنتي ميساء حبت تقيسه ولبقت له طوق من طواق الألماس تبعي، والجدبة نسيت الطوق بجيبة المانتو، وحضرتك رحتي بعتيها يا لأم فادي ومانك عارفانة شو بجيبته. صحيح، لأنه بعد 10 دقايق إجت أم فادي وأخدته. لا مو صحيح الكلام بنوب، شو التخبيص هاد؟ ولك أنا أم رشيد يا أم فادي، شبنا؟ أنا لا بعرفك ولا بتعرفيني ولا حتى بدي أتعرف عليكي. قسما بالله إذا جوزي ديري بهالموضوع لحتى فورا يبعت عناصره. جوزي ما معه مسخرة، أنا من شان موضوع أقل من هيك جوزي بعت لي 5 عناصر. عنصر ينطح عنصر. ماشي الحال، هاتي هالمانطو لقلك. هذا هو الطوق؟ هذا هو. يسلموا ايدك يا ام رشيد. شفتي شلون يا ام فادي، المخلوقة معها حق، طلع الطوق بقلب المانتو. حاجة بقى ام هاني، لا تنرفزيني، كلمة تانية بخلي جوزي يبعت عناصره. يا عيب الشوم منك يا ام رشيد، لبكناكي بهالليل. ولو نبيلة خانم، ايه بدي خدمة تحرز. يلا خاطركم يا جماعة. شو وين رايحة ام رشيد؟ ما بصير. طولي بالك ام رشيد، بدي ذوقك بوز الدامر. معلش مستعجلة. على فكرة فستانك كتير 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 لابق لك يا أم هاني، شفتي شلون أنا بختار لك يلي بيناسبك؟ يو هلا هذا الفستان اللي لابسته أم هاني من عندك أم رشيد؟ طبعاً، ليش وين بدك تلاقي هيك فستان؟ شو بكون ساكتين يا جماعة؟ طلعي برا ولي؟ طلعي احسن ما خلي جوزي يبعت عناصره هلا. ها وليش استحيتي كل هالقد ام فادي؟ ما بدها حيا المساله. على فكره كلهم بيلبسوا من عندي،